بص العمل. احنا وقفنا معاهم وفتحنا معاهم الحوار واتفقنا معاهم ان احنا هندرس الطلبات بتاعتهم، مجموعه طلبات تخص العمل، وهندرس الطلبات ديت. وهم استجابوا للحوار لان هم في الاول وفي الاخر حريصين على الاستمرار في العمل وحريصين على اداء الواجب وخدمه المواطنين، وتم استئناف العمل بصوره طبيعيه جدا. واحنا هنرفع الطلبات بتاعتهم للمسؤولين لدراستها ومدى هل المطالب ده العلاقة بالعمل السياسي في الشارع ولا بعيد عن المطالب بتاعتهم خاصة بالعمل بأداء العمل؟ في البعض تحدث عن مسألة التسليح في مسألة النقص في التسليح، نقص في عدد الأفراد، عجز عدد الأفراد، حق الدفاع الشرعي من هذا القبيل. إذن هي كلها مطالب مشروعة في إطار العمل وليس لها أي علاقة بالعمل السياسي في الشارع المصري. ليس لها أي علاقة بالعمل، ليس لها أي علاقة بالشارع، هي لها علاقة بالأداء، من أداء الشرطي فقط. هم عايزين يوصلوا إلى معدلات عالية في الأداء وتزودهم بالإمكانيات، وإحنا في سبيل تنفيذ هذه المطالب. أتمنى مع الوزارة إن شاء الله.